بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسول. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى شرح مختصر على العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية سميت بهذا الاسم لأن المؤلف هو الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، كما سميت مثلا عقيدة السفارينية، عقيدة كذا، عقيدة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء رحمهم الله قد يطلب منهم أحيانا أن يكتبوا في ما يعتقد في الأسماء والصفات، في ذات الله سبحانه وتعالى، في الصحابة، في اليوم الآخر، في القضاء والقدر، في كذا، فيكتبوا. وهذه العقائد تبين ما عليه هذا الرجل ومن ينتسب إليه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ألف هذه العقيدة. لماذا ندرس العقيدة الطحاوية بالذات؟ ندرس العقيدة، هذا أمر معروف، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيده، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة، وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر الحسنات تكثر السيئة. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب العقيدة الطحاوية؟ إخواننا، الآن كل منطقة من المناطق عندهم كتب تدرس لديهم. يعني الآن عندما تأتي مثلا إلى المملكة العربية السعودية، صلى الله سبحانه وتعالى أن يحوصنا كل شر ورسول، تأتي للمملكة العربية السعودية مثلا، درس عندنا كتاب التوحيد، صحيح، العقيدة الواسطية. تذهب مثلا إلى المغرب العربي مثلا، يدرس مثلا ابن عاشر مقدمة وكذا. تأتي مثلا إلى الدول اللي هي باكستان أو هذا اللي كانت تابعة الاتحاد السوفيتي، تجدهم العقيدة الطحاوية. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول من الفقه أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد يبحث عن الكتب التي تدرس، الكتب الموثوقة التي تدرس في هذا المكان، الكتب الموثوقة التي تدرس في هذا المكان العقيدة الطحاوية. يعني أنت لا يعقل الآن تسافر إلى منطقة فيها أحناف وتأتي بعقيدة الإمام مالك مثلا رحمه الله الجميع، لا، قال هذا يناسب المقام وهذا يكون أدعى للقبول. ثم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع، هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة، وتستطيع أن تشرح الطحاوية بشرح الواسطية، ولا أشكال في هذا. فأيضا عندنا من يثير الشغب صدق ويريد تفريق الأمة، تفريق المجتمع، ومن يقول مثلا علماء الدعوة هنا عندنا، علماء الدعوة النجدية، من يقال عنهم الوهابي، يقال عنهم أنهم لا يحبون الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا كذب والله، بل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، هؤلاء لا يذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا بالخير. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا ذهبت إلى هذه الدول أول شيء تتكلم فيه حتى تزيل هذه الإشكالات، تتكلم عن محبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأنه إمام. والله نحن لا نقول هذا الكلام رياء ولا سمعة، نقول هذا الكلام لأنه إمام من أمة أهل السنة والجماعة، والطعن في الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو طعن في السنة. نعم.